مرحبا بكم من جديد. هذه ترج تي في، برنامجكم الاسبوعي 95 دقيقة حول كل ما يخص النادي. ربما تسألتوا قبل البوب على البرومو اللي عملناه لكم والبرودوي اللي قدمناه لكم ترج ستور، في اتفاق بين الهيئة مديرة الترجي والترج ستور انه كل اسبوع باش نقدموا لكم ان برودوي لافير دو لا سيمين اسمها اون اوفر سبيسيال. شفتوا هذاك باك في ستيلو وشركه، سومو كان ب 14 دينار و900 صباح 8 دينارات 900. هذا برومو جوست جمع برومو سبيسيال تلقاو في الترج ستور. هاو باش نعاودوا نشوفوها مع بعضنا، تقريرته يدوم تقريب 30 ثانيه. هلا كما شفتوا كل اسبوع باش نقدموكم ان ارتيكل اللي تصير فيه بروموسيون اسبوعيه. نرجعوا نحكيوا شويه كوره مع اسكندر القصري ومع دكتور ياسين بن احمد. كنا نحكيوا على عربي جابر، اللاعب الريغولي تاع اللي قاعد يقوم الصباح اساسي، هو جاي عنده كان شهر ونص، فريمون سان جوار اللي خذا خبره. سي اسكندر كيف مع مباراته مع الاتحاد طرابلس، مع السي ابي ومقابلات اللي عملهم في الكوب دافريك مع السي ابي، كي رجع نحسوه خذا خبره وحتى النيفو نتاعو تقوى. هو معناها سون بروي ماتش تلعب كونتر جابس في جابس تقريبا، معناها il a été le héros du match على خاطر ابري 20 مينوت عمل له بليسور معناها الاركاد و il a tenu à terminer le match ولعب معناها برشا رجوليه. دونك لقيناه وقت اللي شمس الدين مضروب، دونك الى في بيان بيان سون ترافاي، مش ادابتي مع سواء بن منصور سواء بوبا. بون توا معناها لا كونكورونس فا اتر دو ميز ما بينه هو بين شمس الدين الذوادي. الستاف معناها فا افوار لومبرا دو شوا باش يلعب لو بلوس معناها ابيليتي باش يعطي البلوس. نشاهدوا الحوار الخاص هذا من لاعب هو ابن النادي، غادر الفريق من 2009 ورجع بعد 5 سنين، حوار خاص مع عربي جابر. في صحة مع الاسبيرونس، مي قعدت كملت مع بنزرة كوب دافريك، كملت معهم 6 شهور وفي بالي معناها كنت باش نرجع في ديسمبر، فهمت؟ خاطر كنت باش نرجع في ديسمبر، كنت في الصيف باش نجي الاسبيرونس، ليكيب تلعب كوب دافريك وانا اسمي مسجل مع مع بنزرة، ما كنتش باش نلعب، فهمت؟ معناها نجم يكون حتى معناها ما تساعدنيش، نحكي كنت معناها نكون اورليس جملة. الاسبيرونس هذا اللي خيرت باش تخليني مع بنزرت نكمل لي كومبيتيسيون هذيك. بعد 5 سنين واحد رجع لدارهم توا بريسك، الحمد لله هذا اللي رجوع جاي في وقته. انا فرحان توا اللي انا رجعت لجامعتي وان شاء الله نكون في المستوى ان شاء الله. المونتاج اللي عندي لين معناها والجمعيه معناها كل شيء نعرفه، الجو كله نعرفه، الاولاد كل نعرفهم، ما لقيتش معنا من نهار الاول معنا لبست حوايجي ودخلت عادي، فهمت؟ عباره قديمه هنا معنا، عباره معنا ما خرجتش. وكما نهار تهبطش نكور معنا دخلت معنا كيما الاولاد الكل، فهمت؟ لبست توني وهبطت على روحي. ان شاء الله واحد يكمل في الماتشات الجايين كيف كيف، ليسونسيال الواحد ما يقفش عند الريتم اللي عمله ذاز، كيف كيما قلت لك الواحد يحاول يطور من روحه يطور من مستواه، وذاك ما جوار باش يتحسن ديما. ما يقولش لعب ماتش باهي يقف ولا يقعد يخمم فيه برشا، كاو يفسخ ويعاود من جديد، تخرج من الكيب بعدك ترجع معناها مش بسهل، هذا بعد خدمه بعد كل شيء. واحد مش فايده هاني رجعت، واحد فايده هاني معناها يحاول يعطي لو بلوس بالبلد ويحاول معناها يفرض روحه ان شاء الله في الكيب. التجربة كانت حلوة معنا في ليبيا مع الاتحاد، جمعية كبيرة بالحق. أنا ما كيفشت غاديكا يعني تفاجأت بالإكيب وبالي كونديسيون اللي فما غاديكا، فهمت؟ إكيب كل عام تلعب كوب دافريك، كل عام معنا شامبيون، كيما تقول يعني الإسبيرونس هنا، فهمت؟ التجربة معنا نتصورها كانت ناجحة، هزت معهم تيتر غاديكا، هزت معهم شامبيونات، هزت معهم سوبر كوب.
كيف كيف شاركنا كوب دافريك وصلنا دمي فينال، عم تهز باريس فيخس، عم تهز الفتح الرباط وقتها وكاو، معنا عملت عامين غاديكا وبعديك جيت فورة وكاو وقعد هسك وروح. قبل وانا صغير بالحق ديما تسمعك كلمة الاكسبيريونس وخبرة تقول شنو هي ذي، هو واحد يلعب وما يهموش، فهمت؟ من بعد بالعمر بالحق بعد ماتشوات، بعد على كل ماتش تلعب وعنده قيمة نتاعو، كل انترينمون تعمله عنده قيمة نتاعو. بالحق يجيك عمر سيرتو في الفانسيت تحس معناها اللي تحس برشا حاجات تعديو عليك، تولي معناها تفرق بين هذه وهذه. هذه حاجة معناها ما يحسها جوار الا ما يوصل العمر هذا، فهمت؟ 28 29 معناها تحس فما حاجة، تحس فما اكسبيريونس تولي عندك، فما معناها تولي تتعامل حتى في التيران تولي معناها تحس فما حاجات سهلين يوليو. وهذا كما قلت لك تجيك طول المدة كهو. في كل بوست فما زوج ثلاثة جوارات باهين، معناها يغيب جوار يعوضوا الاخر، ما الاسبيرونس ما تقلقش، فهمت؟ وهذا معناها الافونتاج الباهي للجمعية، هذه أكثر حاجة تعاون ليكيب، معناها كي يغيب وسام يغيب شمس يغيب أي واحد، معناها ما تقلقش ليكيب، فهمت؟ ليسونسيال اللي معناها اللي يعوضوا يكون في المستوى، يكون معناها حاضر، يكون معناها في على قد المسؤولية اللي مدوها له، باش هكاك تقعد ديما الاسبيرونس، يعني ما تقلقش بأي غياب. قاعد يخدم مليح، قاعد حتى معنا الوقت في الانترينمون طويل بالكدا، فهمت؟ مش في جمعه ولا جمعتين باش تظهر لي باش تطور الخدمه نتاعو، تصور بعد مده طويله كيما في سويقس معناها كي جاي من الاول معناها كيف معناها ما ظهرتش الخدمه نتاعو، كان بعد مده وكاهو. هذيك اي انترونور يعني تحب له مده معينه باش يتاقلم مع ليكيب ويفرض معناها يفرض الريتم نتاعو. نتصور معنا ان شاء الله المده الجايه بقدر ربي تو تظهر الخدمه تاع كرول ان شاء الله. الاوبجيكتيف الاول اسبيرونس هو شامبيونز ليغ، بعديك اجي شامبيونا وكوب كل شيء. تو ظهر لي قربنا الجمعه الجايه نلعبوا في كينيا، ان شاء الله نعملوا ديبار به ان شاء الله، وان شاء الله يكون ان شاء الله تكون معنا اول ماتش معنا يكون به، نحاولوا غاديك نربحوا باش نسهلوا على رواحنا. كما قلت لك غالي تو نمشيو بالماتش حتى قلت ربي ندخل الليبول، وان شاء الله بعديك يا رب ان شاء الله. عربي جابر ذا عودة ولد الجمعية لنادي الأم. سيسكان نحن نرجع لك عربي جابر، فيسع تأقلم مع الفريق، هو في التقرير قال انه فيسع بسرعة تأقلم مع الفريق. كما قال هو ولد الفريق معناها من غادر عنده 5 سنين صحيح، من 2009 خرج، لكن لو روتور دو عربي جابر صافي بتاتر 7-8 موا معناها كون بارل، معناها كما قال هو قال يلوري بو معناها فونير افون ليسبيرونس، لكن هو حب يقعد في السي بي باش يكمل يلعب الشامبيونز ليغ دونك سون روتور صافي مات ديسمبر تقريبا لا ديبي جانفي، دونك ما لقاش صعوبه. اصحابه الكل ملاعبيه كيما دراجي كيما دواجي كيما شمام برسك بالماماج، ما لقاش ديفيكولتي باش يتاقلم، اي سورتو دخل فيسع في الاكيب. الى بروفيتي دو لابسونس دو شمس الدين الدوادي باش دخل في الاكيب، ولا في بون بريستاسيون كونتر جابس، اي بي لا انشيني دي ماتش. دونك سا لا بوكو ايدي، سا بوكو ايدي ليكيب في القادم معناها الرهان نتاعنا. كيما قلت لك نلعبوا 6 ماتش في شهر، دونك اون بيزون دو تو ليفيكتيف، وعربي جابر سيت اون بون ريكرو. دكتور نحب نحكي على هو جاي لاعب كي جاي هكاك ما يحبوش وقت حتى فيزيكمون باش تشوفوه اسكو اللي بري با بري، كيفاش تراقبوا لاعب اللي بري باش يلعب؟ عربي جابر فيسع جاي فيسع دخل الفريق وبدا يلعب. بالنسبه للاعبين اللي ما عندناش عليهم فكره وما نعرفوهمش كي يجيو، يا توت اون باتري دو تيست افير، معناتها دي تيست ميديكو دابتيتود ديجا باش اللي تسمح له يتعاطى سبور دو نيفو مع الاسبيرونس، بوي اون باتري دو تيست فيزيك بين ستاف ميديكال وستاف تكنيك بور ايفالوي الدوغري نتاع البريزونس فيزيك نتاعو، اسكو يدخل الجروب ديريكت ولا يعمل ان ترافير. بالنسبه للعربي جابر سي ان جوور اون كومبيتيسيون، معناتها لعب كونترنا وولدنا ونتبعوا فيه، معناتها نشوفوا فيه براتيكمون مع سي بي ايتي ريغولي توت لا سيزون ويلعب في الكوب دافريك، دونك كي جينا اون ديغي
On était sûr, bon, bien sûr, il y a une visite pour voir s'il a une blessure ou la haja, mais sur le plan physique, le staff technique a jugé directement qu'il est compétitif, donc très direct le groupe. Surtout, c'est un cas particulier, le khatr saha aqdu ma taraji منذ شهر juin. وتوجي كنت منتظرين اللي هو باش يجي دونك عندكم فكره عندنا فكره عندنا فكره ونراقبوا فيه ويعرف عربي جابر معناتها اللي هو باش يجي خاطر تفاهم مع الاداره على كل شيء وستاف تكنيك في علمه دونك يتبع فيه والحمد لله ما صار له حتى بيبان فيزيك ما كان صار له وقتها كان يجي معناتها اللي نحن نتلهوا به نرجع عربي جابر كان نحكي على الديبلاسمون الكينيا ان شاء الله انا الاربعاء الجاي كان معلوماتي صحيحه ان الاربعاء الجاي باش تنقلوا لكينيا فول ريغولي باش تهبطوا في دوحه تبيتوا في دوحه ثم غدوه تتنقلوا لنيروبي عاصمه كينيا هذا كل ما يتعبش اللاعبين الريتم هذايا فول طياره خمس ست سوايع وبعد ما غدوا طياره اخرى خاصه باش ناخذوا غادي انا كي عملت مي ريشيرش نلقى قال لك لا بيريود لا بلو سيش معناها توا البيريود هذايا اللي فيها احنا في العام و دونك حتى الميديتي باش تكون عاليه الطقس تكون سخون ذا كله معناه ما يقلقش صحيح احنا بون انت تعرف في الاسبيرونس توا انا اون ان غران فيكو في الديبلاسمون ان افريك الحق عندنا نوتر اكسبيريونس عندنا برشا نسافروا ونعرفوا كيفاش نحضروا بالنسبه للفواياج هذايا بالنسبه للفواياج هذايا احنا ديما نختاروا اون اسي ديفيتي او ماكسيموم معناتها كي يبدا سورتو فول ريغولي اون اسي ديفيتي او ماكسيموم ان فول دو نوي خاطر كي نعملوا ان فول دو نوي بالليل سته ولا سبعه ولا ثمانيه ساعات في طياره الاولاد حتى ثم شكون يرقد مي سي با لي كونديسيون نورمال نتاع واحد يرقد يحاضر في ماتش خاصه فول ريغولي هذوما باش يبداو الباساجي معاكم دونك نحاولوا اون ايفيت لو فول دو نوي خاطر تراسينا من بعد اون بيريود كبيره بور ريكوبيري من ليله اون نوي بلونش الفول هذا باش نباتوا في قطر في الدوحه نرقدوا في الليل ونقوموا غدوه نزيدوا ناخذوا ان فول دو جور نخلطوا ان شاء الله النيروبي ماضي ثلاثه الاربعه نتاع العشيه غادي نلقاو كل شيء حاضر خاطر عندنا شكون نبعثوا نرجع لكلامك على لي كونديسيون الشيخ مايس دريدي كالعاده الشيخ مايس دريدي يعاوننا برشا الحق دونك لي كونديسيون نعرفوا باش نلقاو ميديتي عاليه تعدينا نحن بالظروف هذه محضرين رواحنا لالتيتود بون نيروبي سي 1450 متر سي با فريمون لا غروند التيتود مي اوسي سي اون التيتود اللي تنجم يكون عندها افي الافي هذايا احنا اون ايفيت سيت افي باسكو باش نبداو سور بلاس ا 48 اور بركه دو ماتش ينحي الافي دو التيتود بالكل باش بوغ اليميني الافي دو التيتود على الملاعب لازم تمشي اقل من 72 ولا اقل ولا قبل من 12 يوم بربك كنت بسط لنا دكتور الحكايه هذه خديما نسمع احنا ديبلاسمون والتيتود وعالي الالتيتود وتعب اللاعبين شو معناها التيتود تبدا عاليه معناها شو يصير لهم شنو هو البون باش واحد ما يقول معناتها كلام اللي يفهموه العباد الالتيتود كي كل ما تطلع الالتيتود تنقص لا بريسيون دوكسيجين في الاتموسفير دونك العباد كي تنقص لا بريسيون دوكسيجين لا ساتوراسيون دوكسيجين دون لو سون الواحد يولي يتنفس اقل وثم معناتها دوتر سيني كلينيك يصيروا كيما شويه وجع راس بوردونمون انسومني ما يرقدش مليح في الليل قلت لك هذا هو والريسبيراسيون تاعهم تنقص شويه وتتعب معناتها الانسان العادي او خلي معناتها الانسان اللي هو مطالب باش يعمل ان افور فيزيك ساعه ونص اللي هو افور فيزيك سوتنو وانتونس بقينا التيتود عاليه وفي نفس الوقت سخانه قويه زاد هذوما يتعبوا سخانه وميديتي واحنا معناتها عندنا الفيكيو نتاعنا مثلا عملنا نعطيك تيتر ديكزومبل في اولاندو بيرات الماتش اللي عملنا فيه 0-0 سيتي اون التيتود اكثر من نيروبي 1750 متر بالنسبه للميديتي مشينا لانغولا يافي اون ميديتي اكثر من 85% معناتها حاجه كبيره برشا قلت لك عندنا الاكسبيرونس تاعنا نعرفوا نحضروا ولادنا ستانسوا برشا لو بلوز امبورتون سي كو ولادنا ستانسوا ولا يعرفوا يجيري ولي زيفور نتاعهم ويعرفوا كيفاش يحضروا لي كونديسيون هذوما وحنا نعاونوهم وكيما قلت لك بور ايفيتي لي في هذايا نتاع الالتيتود نمشيو بكري للمقابله معناتها ما نعديوش اكثر من ثلاثة ايام في البلاد باش نعملوا فيها ماتش بار اكزومبل باش نسهل لك الماتش نهار السبت احنا باش نبداو سور بلاس جودي نهار الاربعاء احنا نمشيو قطر نباتوا نهار الخميس نبداو في كينيا دونك هذاك كومون ايفيتي لي في دو لالتيتود معناتها نقصوا منه برشا اي اون بلوس معناتها سا سيغا با لا غروند التيتود اللي كيما تاع اثيوبيا بلوس كو 2500 ولا وفما هذول حرابس تاع تشوف ملاعبيه على بالطبيعه كل فواياج في لي زون دونديمي تاع الباليوديزم عندنا دي فاكسان ساعه ابار الباليوديزم عندنا دي فاكسان عملوهم اونتي مينانجيت وانتي فيفر جون واحده تدوم 10 سنين وواحده تدوم 10 سنين هذوكم عملناهم الكل خاطر احنا نتنقلوا معاكم هذوكم تحدينا بالنسبه للحرابش ثم معناتها اون بروفيلاكسي معناتها اونتي باليوديزم حربوشها في الجمعه من قبل الفواياج بجمعه حربوشها ان كومبريمي باغ سومين بوندون 5 سومين
بعيدا عن الرياضة، نعرفوا سفاري في كينيا، هذول أجمل في سفاري في العالم، فما في البرنامج دورة غادي. احنا محرومين من الأوتيل ما نخرجوش. لا جوريت الستاف. اسكندر تنجمش تدوسوا من الخميس، ما تنجمش تكون هذايا كي الدومي جورني راحة وين يخرجوا من العباية حاوسوا. معناها تركيزنا كله. حتى انتم ممنوعين كستاف تكنيك. بالطبيعة احنا كل بلعبين احنا، دونك تركيزنا كله يكون معناها على المباراة، تحضير معناها فيزيوناج ايفونتويلمون دي ريونيون بار كومبارتيمون، دونك ثم برشا خدمة تستعمل باش نبداو البداية موفقة، لأنه سي تري امبورتون لو ديماراج ولا شامبيونز ليغ ساعة ساعة دو غروس كاليبري برومي تور يتيحو. دونك دي ماتش بيج هذوما، ماتش لي روتور ابسوليمون كيما قلت انت، دونك فو بروندر تريزو سيريو لو ديبلاسمون هذايا، ماشي على اساس انه باش نماركيو غاديكا، لانه احنا نقولها ونعاود نقولها وديما نحكي انا ياسين، احنا ما وصلناش الفينال الشامبيونز ليغ السنه خاطر في جوهانسبورغ ما ماركيناش، لازم نمشيو نماركيو غاديكا، يفودرا ماركي لو بوت كما قال ياسين قبيليكا كونتر بريميرو دي اغوستو في لواندا غاديكا، سيتي معناها اون ميديت اكسبسيونيل، معناها تعب راه في الميتون تصور شي الى فالو كون مارك ان بوت غاديكا كون غاني لو ماتش باش نتعداو معناها لاس، خاطر اون با باس سافور سكي سو باس معناها في الماتش روتور، دونك يفودرا من الاول غاديكا نكونوا حاضرين باش نركبوا توات غاديكا. بديتوا تراقبوا فيه شويه فريق كورماهية، نعرف عنه في المقابله هذه اللي ترشح بها، كان ربح واحد شيء في بلاده ثم خسر واحد شيء وتعدى بال بالبينالتي هذاك معناها اون با دو سي دو 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 دي في دي الحقيقه، مازلنا سور انترنت حابين ندخلوا عندنا نو كونيسونس باش يعطيونا لي زانفورماسيون سور لي جوار سور لا كاليتي نتاعهم، مي نعرفوا اللي سيت اون ايكيب اللي ربحت في الماتش اللي انا زيرو وماتش روتور لو اس بي تام كان ماشي معناها في طريق مفتوح زعما باش خاطر الناس كل عاتيا لي غابوني باش يترشحوا، ايزون كري لا سوربريز غاديكا خسروا 1-0، ايزون لو غاردان بوت سوفي ان بيناتي في الماتش ويا سوفي ان بيناتي ولا دو بيناتي في لي تيرو بوت، دونك في 3-1 لي تيرو بوت، دونك لو غاردان بوت سوفي دو بيناتي، دونك توا ايفون افور لو مورال معناها عالي برشا باش يعرفوا لي ليسبيرونس سي لان دي غراند افريك، معناها سيحبوا يعملوا لا سوربريز، احنا معناها واعيين بالشيء هذايا وان شاء الله نكونوا حاضرين باش نجيبوا. كيفاش يصير تحضير مباراه كما هكا خاصه الفريق ما تعرفوش استاد ما تعرفوش تيران، عندكم فكره على التيران كيف باش يكون ارتيفيسيال تيران سي سور كو وليتاز نتاع لا في دو ماتش باش نترنوا فيه معناها لو سنترال نترنوا فيه، دونك اون اورا على كونيسونس دو تيران لي روبير نتاعنا نشوفوا فهمت، سينون بالنسبه ليكيب اون فايسي دو دافوار ان انريجسترومون سو سوا ماتش دو شامبيونا لي ديرني ماتش هذوما ولا ماتش دو كوب دافريك باش ناخذوا فكره على ليكيب تفيدنا لا محاله، لكن احنا كومون اون فا اونتامي لو ماتش كيفاش باش نبداو الماتش كيفاش باش ناخذوا الماتش معناها من الاول. قدام من لاعب باش يكون موجود في المجموعه اللي باش تنقل نورمالمون 20 جور 17 جور دو شامب بلس 3 غارديان دو بوت نورمالمون، هذا هو ديما شيفر 20 بيرسون معناها 20 جوار نقلوا ديما قبل 21 22 جوار مشينا، مي بون حكينا مع مسيو كرول معناها هو يقول انا جوبت بور 20 جوار معناها افيك 3 جوار 3 غارديان بوت اي 17 جوار دو شون. دكتور مستنسين في العاده تمشيو على دي فول سبيسيو مرضي فول ريغولي كيفاش تكون الماكله اللي تهزوها معاكم والمي ما تهزوا معاكم حاجات برشا حاجات تستعملوا من العبايه غادي؟ والله شو احنا الاسبيرونس براتيكمون اول فريق انا نعرف اول فريق في تونس اللي معناتها دخلنا تراديسيون يمشي معنا للطبيخ نتاعنا اون 2007 2001 وفيق بالعيد وفيق بالعيد حيوها في بالنسبه للكيب دافو ريغولي بيان سور في الطياره ما نجموش نهزوا معنا كل شيء، مي فو دير كو لي كونديسيون في الافريك تحسنوا برشا على قبل، احنا اون با شانجي نو زابيتود مازلنا نهزوا ديما نوتر كويزيني على خاطر نو جوور مستانسين دي زابيتود معناتها معينين اللي يعرفهم الطباخ نتاع الترجي نتاعنا دي منيو معروفين نتاع لافي دو ماتش لافون في معروفين وفي الافريك ابار كيلكو بيي اللي مازلنا نلقاو فيهم شويه صعوبات كل شيء موجود نجمو نمشيو سير باس بيان سور ثم حاجات سبيسيالمون توينس نهزوهم من هنا بيان سور الهريسه الستاف الهريسه كاو مي بون كيما قلت لك تحسنت برشا لي كونديسيون في الافريك ومعادش نلقاو صعوبات الحق كيما قبل صحيح سي فري. نرجع شويه على المباراه حكينا مشينا تنقلنا لكينيا ولكن قبل كينيا في مباراه ضد النجم الرياضي المتلاوي فريق هذا اللي قاعد يعدي في موسم لاباس به كيفاش قاعدين تحضروا المباراه باش قلنا باش يغيب العكيشي باش يغيب الدراجي ربما ظاهرين شكون باش يعوضوهم الزوز نتصور انا ايهاب المساكني وربما المهذبي باش يكونوا هما باش يعوضوا الدراجي ولا العكيشي
باش تقعدوا فار سيستيم سي اسكندر؟ والله فار سيستيم بون رغم اللي شفنا دو سيستيم ديفيرون، شفنا مباراة غرومبيليا بيفو واحد قدامه دو جوار روليور مساكني ودراجي، في المقابلة الأخرى ضد ملعب تونسي رجعنا بدو بيفو المولي حسين الراقد. شنو هي باش تكون سوليسيون الماتش المرة هذه زعما؟ قبل ما غير ما تكشف لنا كوارتك لا بروبليمون باش تخدم هذاك أن بيفو أكسيال دو روليور بروبليمون هذاك إي بي دو زاليماتور دو كولوار أون بوانت لو شوا دي جوار مازال الحقيقة حتى أونيفو دو لا ديفونس كما قلت معناها شمس الدين هذا رجع منصور رجع دونك يفودرا فير لو شوا غدوة عندنا أون سيونس دونترينمون إن شاء الله غدوة أون فا ميتر لانيماسيون تاعنا والأورغانيزاسيون تاعنا معناها أو بوان متلوي سيت أون إيكيب شفناها في الماتش اللي نوزا كوزي بوكو دو بروبليم رجعنا في الطرح معناها في 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 الدوزيام ميتون على خاطر حطينا كره لوطه ولعبنا سي لو كاشي دو اسبيرونس اون امبوزي ما قلقناش ما طولناش كره كيما عملنا كونتر المستير ولا كونتر باجا وما ربحناش دونك غاديك حطينا كره ولعبنا وقربنا لبعضنا دونك سي اون ايكيب كي بو جوي ا 10 جوار اون ديفونس كي بلوك معناها افيك دو ريدو تحط لك ان جوار يفودرا اتر اتنتيف وزاتاك رابيد نتاعهم ولا كونتر اتاك اك دي جوار كيما ليترونجي نتاعهم ولا كيما المنياوي دونك فايقين مليح مليح اون فاي شيرشي اتر اكيليبري ما ترماوش كل قدام معناها باش نخليو لي زيسباس باش تحاولوا نتحكموا في الكره وسط الميدان اي بي افيك دي موفمون اوفنسيف دون لي انترفال باش جو بونس كو ليكيب ا لي كاليتي بور ماركي ان او دو بوت معناها وان شاء الله اذا ماركينا من الاول نحلوا معناها الشبكه. وعندك فكره بكدي على المتلوي مع شكر الخطوي على على لي بوين فور نتاعهم وين لازم تسكر عليهم؟ عندنا لهم ماتش علي نعرفوا اللي ايزون ان بون ميلو تيران ترافايور جريدي والمنياوي معناها يخدموا مليح مليح انا تاكون ما نعرفش ابارامون كان بليسي اللي هو المزليني اون ديفونس كي سي بون دو لاتيرو باهين غارديان بوت سي اون ايكيب qui est complète في النيفو نتاعها اللي ان تران دو 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 فير بلوس كو سي بوتونسييل معناها سون بوتونسييل شوف انت لي ريزولتا نتاعها ضد ايطوال في سوسه راه فيها ان بون ماتش نول كانت تجي تربح كونتر كوفريكان كيف كيف معناها خسرت سور ان كوفران مي دوري بو ماركي دو تروا بوت نحن كادو من الاربيتر شويه نجم نبارك احنا عارفين بون على كل حال احنا عارفين القيمه الفنيه نتاع الفريق هذايا عارفين اللي باش يلعب مسكر مليح مليح باش يلعب لنا سور لي زاتاك رابيد وسور لي كونتر دونك ان شاء الله نكونوا جاهزين معناها بعد غدوه باش نحصدوا ثلاث نقاط ونخليوا الفريق في في المرتبه الاولى وبعيد على اللي وراه ان شاء الله. انت قلت شمس الدين الزواجي يلعب هو كي حكيت معاه قال لي ما نتصورش كان رابحين يمكن يعطينيش شويه بعض الدقائق كان بو تون جو. انت سي دكتور تشوف اللي شمس نجم يكون حاضر المباراه الجايه؟ والله سور بلان ميديكال شمس il est à 100% مي ابري سور لو بلان فيزيك و سور لو بلان معناتها سونساسيون نتاعو سي لو ستاف تكنيك كي ديسيد وقت يشوفه في في لي سيونس دونترينمون قاعد يترينا جمعه كامله سي كيما قال توا اسكندر معناتها ايزون افير ان شوا بين كاتر اكسيو على لور ديسبوزيسيون دونك هما والخطه اللي راهو كما قلت لي هو ابت اللاعب سور لو بلان ميديكال اللي ابت وان شاء الله لاباس. يعطيكم الصحه سي اسكندر القصري مدرب مساعد الترجي التونسي شكرا يعطيك الصحه كنت حاضر معنا. دكتور ياسين بن احمد يعطيكم الصحه ان شاء الله مربوحه المباراه نهار السبت نذكر ماضي ساعتين في الملعب رادز ضد نجم رياضي المتلاوي باش نعطيكم تذاكر نتاع المباراه اللي اليوم العشرة بدات البيعان في الباك في البارك كالعاده الاسوام فيراج 3000 بلوز 5000 لونسانت 10000 وتريبون 20 دينار تذاكر زوما كل تقام في البارك لحتى نهار المباراه. يعطيكم الصحه اللي كنتوا حاضرين معنا اليوم احنا نمشيو فاصل اشهاري وكالعاده عندكم لوفر سبيسيال تشاهدوها جوست قبل بوب ثم نرجعوا نحكيو على بقيه مواضيعنا في البلاتو.